جرى اتصال هاتفي مساء أمس بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاخويه الراسخه التي تجمع بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بالشكل الذي يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين